السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في وصفة جديدة. قبل أن نبدأ وصفة اليوم عليكم فقط الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات على القناة. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. البنات اللي كيعانيو من تساقط الشعر، عندي لكم وصفة رخيصة وهائلة ومكونات قليلة ومجربة. الصراحة أنا من الناس اللي عزيز عليهم الوصفات الطبيعية، وديما تنسول وتنبحث باش نلقى وصفات مفيدة، لأن أحسن حاجة هي نوجد الوصفات في ديورنا خالية من المواد الكيماوية. مهم ندخل في صلب الموضوع ونخليكم مع المكونات اللي غنحتاجو في هذه الوصفة. بالنسبه للمكونات اللي كنحتاجو في هذه الوصفه، فاحنا كنحتاجو نصف كاس من الخزامه اللي كنطحنوها حتى كتولي عندنا على هذا الشكل. بالنسبه للمكون الثاني اللي كنحتاجو، كنحتاجو الازير او اكليل الجبل او روزميري، حتى هو نصف كاس وكنطحنوه حتى كيصبح عندنا على هذا الشكل. بالنسبه للمكون الثالث اللي كنحتاجو، فاحنا كنحتاجو الشاي اللي كنستعملو ديما، وكنطحنوه حتى كيولي عندنا على هذا الشكل. وبالنسبه لاخر مكون وهو الزيت، يمكن لكم تستعملوا زيت الزيتون، كما يمكن لكم تستعملوا فقط الزيت الخاص بالطبخ اللي كنستعملوه في الكوزينه وكنوجدوا به الاكلات ديالنا. غادي ناخذ واحد الاناء معدني وغادي نوضع فيه الازير او اكليل الجبل اللي طحناه، غادي نوضع فيه ايضا الشاي اللي طحناه بطبيعه الحال، والخزامه مع الزيت. غنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم، وغادي نوضع هاد الاناء فوق من النار مهيله حتى كيسخنوا هاد المكونات، فقط واحد المده ديال 5 حتى 10 دقائق على نار تكون مهيله بزاف. بعد ما سخنا الزيت ديالنا مع هاد المكونات كنخليوه حتى كيبرد. من بعد فاحنا كناخذوا قنينه زجاجيه وغادي نوضعوا فيها هاد الخليط ديالنا، ضروري تخليوه تيبرد عاد توضعوه في القنينه الزجاجيه باش ما تهرش. كنوضعوا فيها هاد الزيت ديالنا. من بعد ما وضعنا الزيت في القنينه ديالنا كما كتلاحظوا معايا، فغادي ناخذ يا اما واحد الورقه اللي غتكون بيضاء، اولا غناخذوا الورق الخاص بالجرائد وغادي نلفوا فيه هاد القنينه ديالنا بهذا الشكل. غادي نغطيوها وغادي نوضعوها في مكان مظلم وغادي نخليوها لمدة أسبوع. من بعدها غادي نبداو نستعملو هاد الزيت. بالنسبة لطريقة استعمال، فحنا كنبقاو ناخدو الزيت اللي كيطفى الفوق بشكل يومي وكنوضعوه على الشعر ديالنا، فكيكون مصفي من هاد المكونات وفي نفس الوقت كتكون فيه كاع الفوائد ديال هاد المواد اللي استعملنا. كنبقاو ناخدو الزيت اللي كيطفى الفوق وكندلكو به فروة الرأس وكندلكو به الشعر ديالنا بشكل يومي. وفي ملي كنكونو بغينا نمشيو للحمام أو نغسلو الشعر ديالنا، فكناخدو القنينة كنحركوها مزيان حتى كتخلط المكونات مع بعضياتها، وكناخدو هاد التخت اللي كيكون لتحت وكندلكو على فروة الرأس ديالنا وعلى الشعر ديالنا وكنغسلو الشعر ديالنا. هاد الوصفة غتساعدكم على محاربة تساقط الشعر، وصفة مجربة ومفيدة جدا للشعر، كنتمنى تجربوها. ما تنساوش إلا عجبكم الفيديو ديروا لو بارطاج باش يستافدوا منه ناس اخرين، ديروا جيم لا فيديو، تشتركوا في القناه. شكرا على التتبع ديالكم، على الوفاء ديالكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم وحلقه قادمه. للاطلاع على مزيد من الوصفات يمكنكم زياره الموقع عينشافمريم.com، ايضا موقع شيواتي. باي باي. اذا اعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد منه الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت، او زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. الى اللقاء، الى فيديو قادم باذن الله.